حاولت أن أكون إنسانة عملية، أقوم بالبحث عن وظائف، أقوم بالبحث عن وظائف، أتعامل مع الحياة بحيوية نشاط زي طبيعتي، زي ما انا طبيعية كده ونشيطة وكل حيوية. بحثت كثيرا عن عمل حتى اكون مستقبلي. فشلت إلى الآن أن أجد ما أعمله. لا أحد يفهمني، حتى أقرب الناس إلي. نعم، لا أحد يفهمني، حتى أقرب الناس إلي. حلمي، حتى حلمي ده عبيط وأنا اتورطت فيه من الآخر. حاولت أن أجعله يا
يعمل معي في شغلانة عصرية، ولكنه للأسف عايش في الوهم. الأرض والزرع والغيط قرفني قرفني. اليوم جلست على مكتبي الزجاج في غرفتي الجميلة ذات الصور الكثيرة المبهرة، وكل أمل أفكر أشتغل إيه النهاردة. أشتغل إيه النهاردة؟ اشتغل ايه النهاردة؟ مش قاعدة افكر لوحدي كده. مش لاقي حاجة افكر فيها لوحدي، لازم حد يساعدني. برضه حلمي لازم يفكر معايا، انا مش هقعد كده افكر لوحدي هتجنن. حلمي يا حلمي، رد بقى. مش قادرة استحمل. ايوه، اني في حالة ملل، وبالصدفة اشغل الكاسيت الاقي سميرة سعيد بتقولي حالة ملل، زي ما تكون حاسة بيا. عموما اليوم وأنا أجلس على مكتبي وأكتب هذه الكلمات توافق يوم السبت 20/6. 20/6 ده عيد ميلادي، عيد ميلادي وأنا مش عارفة. اخص عليك يا حلمي، ما افتكرتش. تليفون صغير منك يطمني عليك، تليفون صغير منك يطمني عليك. وحشني صوتك، وحشني
رسمك. تليفون صغير منك، اطمني عليك. ايه المسخره دي؟ ايه ده؟ انا لو مرت رقصت كده كنت شربت من دمها. يا شيخ روح كده. ايوه كنت شربت من دمها وقتلتها وقتلت حكيم كمان. يا عبدو يا عبدو. اي خدمه يا ست هاني؟ اخرس وانت بصحه وسلام. بقول لك ايه، لما تشوف حلمي قول له ان انا بشرب نسكافيه في الكافيتيريا. اوكي. واي جميل زعلت ده ليه؟ ايه ده ان شاء الله؟ صدقي بالله انا امي امبارح بالليل قالت لي انت حلمت حلم ان انا هقابل واحده زلطه. ما تحترم نفسك يا استاذ. انا معايا موبايل ومعايا فلوس وهنعيش وهنظبط ان شاء الله. طب جننت ولا ايه؟ انت زعلانه كده ليه؟ قول لي انا اقول لك زعلانه من ده ليه؟ روح خالتك. احنا الاثنين بنحب بعضينا. انت مش هتطول نفسك يا ابني. احنا بنحب بعضينا. انا زعلانه منك. ليه بس يا غدودودو؟ بقى يا مها نبقى اصحاب من الحضانه لحد الجامعه وما تساليش عليا. امال لو ما كناش جيران؟ حقك عليا يا حبيبتي، اصل كنت مشغوله قوي. تصوري من كتر الشغل ما كنتش لاقيه وقت عشان اكل. باين عليكي. طب بقولك يا مها احكي لي، يعني مشغوله في ايه؟ بس اربعه على ايه؟ هنحكي كل حاجه. طب تعالي اعزمك على نسكافيه في الكافيتيريا. لا والله ابدا، ده انا دلوقتي بقيت كسيبه. يا بختك يا مها. غادة شفتي؟ شفتي الحاجات الحلوة دي؟ الله يا مها، دي الأزرقات دي كلها تجنن. الله الله تحوق. لا يا حبيبتي أنا بحضر معاكي. بقول لك إيه، تعالي تعالي عشان تعزميني. ماشي يا حبيبتي. ساعدني يا رب.
وحلمي فاصلين موضوع الاكل ده تماما عن الخطوبه، وبعدين كل واحد قايل للتاني اللي ياكل على درسه. مساء الخير. حلومي. مال همك؟ بتسلم عليك. ازيك يا غادة؟ اهلا. حلومي. خدوه. ده لا، ده الكشري بتاعي. اصل انا متعود اجيب غدايا وانا جاي، مش اروح عند الناس واطلب محشي وكرنبيط. فكرت ضحيتك. لافلي. وحشني وحشني قوي يا حلومي. وانت كمان يا كرومبي. ازيك يا غادة؟ عاملة ايه؟ اهلا. طب يا جماعة، استأذن انا عندي ميعاد مختصر كده في الكيجيناونو. انت قاعدة يا مها يا حبيبتي؟ ما تقعدي شوية، لسه الكوسة بتتقور. غدو ديسكو، ها؟ ما تنسيش. غلوش. اوكي. حلومي، يبقى كلمني عشان عايزين نرغي مع بعض شوية. حاضر، هبقى اديكي ميز دكول، ولا اقولك هديكي ويز دكول. لا، بط دكول. باي. بلا، ايه صاحبتك التقيلة دي؟ لو سمحت ما تتكلمش على صاحبتي بالطريقة دي. صاحبتك ايه ده؟ انت مصاحبة طبق رز بلبن. حلمي من فضلك. خلاص. هو الجميل بس مقير ليه؟ ممكن اعرف كنت فين من الصبح؟ مفيش يا ستي، انا كنت مع بابا وماما، كنا بنعمل شوبينج. النهارده اول الشهر بننزل نبضع شويه. بصي بقى انا جبت لك ايه. وايه دي كمان؟ مفيش مناسبة؟ إطلاقاً. أنا هحكي لك حكاية الوردة دي إيه. أولاً، الوردة دي اسمها وردة النسيان الزرقاء. لو أنت فاكرة الحكاية بتاعت علاء الدين وياسمينة، كان فيها شخصية اسمها جعفر. جعفر ده كانت عينيه على الحكم، كان نفسه ياخد الحكم واستولى عليه. راح جاب الوردة دي اللي هي وردة النسيان الزرقاء لياسمينة، وراح مشممها لياسمينة. فياسمينة نسيت الدنيا باللي فيها، ونسيت علاء الدين، ونسيت الحب، ونسيت كل الحاجات دي. راح جعفر مستولي على الحكم، فطبعا علاء الدين اتغاظ واتجنن ان ياسمينة نسيته. راح رايح لياسمينة، ازاي ياسمينة تعملي كده؟ وراح باطل مفعول الوردة الزرقاء اللي هي الوردة بتاعت النسيان، ورجعت الدنيا تاني وكل حاجة بقت طبيعية والحمد لله.
ده لان الصحراء كلها كانت بتتكلم على حكايه ان ياسمين نسيت علاء الدين. بقول لك ايه، انا مالي بالحدوته البايخه دي. اصل انت مش عارفه اصل اللي عمل المشكله دي كلها ايه، ان علاء الدين نسي عيد ميلاد ياسمينة. نورت حاجه غلط ولا ايه؟ تكون شمت الورده ولا حاجه. هي ماها. ماشي يا ماها، اما وريتك. شغلانه سهله مش كده؟ نايس، بس انا مش عارفه هعمل ايه. لا انا اللي كنت بعرف اعمل حاجه. انت عارفه انا كنت بشتغل ايه قبل ما اشتغل الشغلانه دي هنا؟ ايه؟ كنت ماشي سماعات ومستني. ياه، واتعلمتي بالسرعه دي؟ هما يومين يا بنتي واشتغلت الشغلانه دي. يعني بتجن من موت. بصي بقى، فكي نفسك كده خالص، ها؟ كل ما يصرخي صرخي معايا. اوكي. يلا، صرخي بقى وريني. حبيبتي غدا، حبيبتي في ايه يا استاذ؟ استاذ ايه يا غدا؟ في ايه غدا؟ وكمان تعرف اسمي؟ اخس اخس. ايه يا غدا؟ انا حلمي حبيبك. ايه يا فندم؟ ايه يا استاذ؟ مش عيب واحد في سنك يقف يعاكس جارته بالشكل البايخ ده؟ ايه، انت ما عندكش اخوات بنات؟ لا، ليه؟ بقولك ايه يا شاطر، خش كده ذاكر لك كلمتين ينفعوك لحسن اقول لباباك يضربك. وكمان خلفتي؟ انت عايز ايه؟ انت ما بتحسش؟ بقولك ما اعرفكش. ما تعرفنيش ازاي يا غدا؟ انا حلمي، انا خطيبك. طيب انا هفكرك. فاكره الورد؟ بلاش الورد. الرشاشات؟ طيب بلاش الرشاشات اهو. ثواني يا بيبي ارد على التليفون. الو الو، مين ايه؟ انا حلمي يا غادة. حضرتك طالب نمره كام؟ ايه اللي 420 315 1 3 0 92 7. ايه ده، بص انا عرفتك، انت بتعاكس وانا عندي اظهار الرقم ورقمك ظهر عندي. يا حيوان، هوديك في 60 داهيه. 60 داهيه؟ كنتش رقم غلط بجد ولا ايه؟ بس انت كنت بتتكلم من قدامي. ايه يا غادة؟
غادة. طب انا هفكرك، انا هفكرك بطريقتي. يا عبدو. ايوه يا استاذ ليبيا. مش فاهم حاجة، ترى في ايه؟ يكونش افتكرتني شغالة، يا اما الوردة الزرقاء بتاعت النسيان طيرت مخها ولحسته. ربنا يستر عليك يا غادة. مش عشان ندخل هوا. يلا علاء الدين، يلا انقذ ياسمين من جعفر ده. يا باي عليك يا جعفر، انقذها بقى. علاء الدين عنده عفريت. بختك يا علاء الدين، لكن انا ما عنديش عفريت. ايه غدا بتشتغل معاكي دي؟ براءة يا رب. ومفيش حد هنا ولا ايه؟ يوم عزله ولا ايه؟ يا شاويش خلع، شاويش خلع. ليه انت فين؟ انا جوه هنا في الزنزانة. ايوه افتح من عندك. طيب ايه؟ اهلا اهلا يا حلمي، ازيك؟ ازيك يا شاويش؟ ايه جاي تسلم نفسك ولا ايه؟ لا يا راجل، ايه الدخلة دي؟ اعوذ بالله، انت كنت نايم ولا ايه؟ تبقيل شوية كده. معلش انا ازعجتك. شويش خلف، انا محتاجك في خدمه مهمه جدا. تحت امرك يا حلمي. امر. ربنا يخليك. انا عندي شقه اوضتين مطرحين زي الفل، وصاحبهم راجل مهاود وطالب 30,000. مش عايز شقه خلف انا. يبقى مش سكتك. بص، عندي عربيه مازدا 64 مرفوعه 40 سنه، صاحبها راجل طبيب وزي الفل، وممكن ادخلها لك في ال 28 بتاعتك. 28 28 ايه و 29؟ انا مش عايز عربيات يا اخي. خلاص بلاش، ما عندكش عربيه خش فيها بدماغك. يا خلف ابوس ايدك، اسمعني، انا جاي اقابل سيد كبو. سيد كبو؟ املاح جوه. عايزه في ايه؟ عايزه في طلب مهم قوي، يعني في استشاره كده مهمه فيها مساله حياه وموت. يا ساتر يا رب. بس بقول لك ايه، الباشا لو عرف ان انا دخلتك ليه هيقطع رقبتي. ومين يقول الباشا؟ انت مجنون ولا ايه؟ الباشا تلاقيه مريح في اي زنزانه، هنا ولا هنا ولا في اي اسم تاني. هي استشاره 5 دقايق وهخرج على طول. خليني اخش له بقى. ما بلاش يا حلمي. يا عم ما تخافش، عشان خاطري هشوفك برصاصتين ولا باي حاجه. وعد عينيا. زياره يا كبو. كفينك انت بتدلك ايه؟ حيطه. وانت يا انت بتدلك عمود خرسانه. واجا برايس راح على شعر رجلي. حلو يا ابو مية مية يا مانشستر.
ايه ده؟ السلام عليكم. حلمي عليكم السلام. حبيب قلبي ازيك يا طب؟ وحشني وحشني يا راجل. ده زنزانه مظلمه من غيرك يا راجل. اصيلك يا ابو عامل ايه؟ الحمد لله تمام. دخلت عليك في وقت غفله ولا ايه؟ لا ده انا حاجه كنت بعمل جلسه مساج وساونا كده. انت قاعد وسطنا اهو. قوم يا لو معطلك امشي. لا 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 يا حبيبي لا بجد والنبي. لا 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 تحب تتكيس؟ في عندنا هنا تكيس 100 100 والله. المره الجايه المره الجايه يا حبيبي. اقعد اقعد. اخبارك ايه يا كب؟ امرني امرني والله. وحشني. وانت كمان امرني يا لملم. انا جاي لك في حاجه مهمه قوي يا كب. رقبتي على مهلك. بالراحه شويه. رقبتي بالراحه شويه مش كده؟ عايز اخضر ولا استرليني؟ ين ياباني. ين ياباني هو شائع في السوق شويه بس يتوجد عشان عم مصر. اصيل وعشمي طول عمره في محله اكبه. تقولش الكلام ده. ما تقولش الكلام ده. وعمرني عمر. ربنا يخليك يا كبو. ربنا يخليك ليا كبو. انا عايز اوعى تتذلل لاي بني ادم. اوعى تحن راسك لاي مخلوق. اوعى تعطي نفسك لاي بني ادم في الحياه. اوعى تتذلل لاي حد. يا راجل اسمعني. وانا قلت حاجه كبو. انا عايز بس خلاص. انا عرفت. شكلك عايز سلاح. ريحتك برود. بس ادخن سلاح يتوجد لعم مصر. يا راجل ده انت اخرك زماره. سماره مانشستر. اوامرك يا بص. مش قوي كده ولا مش قوي كده ولا انت مزعف فيا. نجر الورق. افتح الصحارة. بص بقى دي الخرطوشه بتاعت ابن موسوليني. ضرب ابو موسوليني في ودنه موته. يا نهار اسود. موسوليني؟ ايوه. ده ايه كان بيحلق بيها دقنه دي ولا ايه؟ شايف يا معلم. اما دي بقى فدي تبقى بتاعت رومل. رومل الشهير بالليس الابيض. ايه ده ايه ده ايه ده؟ شايف؟ رومل. ايوه. ورومل ده كان بيبيع رمل ولا ايه؟ يا راجل رمل ايه؟ ده كان عامل محاره. شايف الخروم دي؟ اه. حط فيها زيت مسعسع. كله جاهز هنا. اما ده بقى يا حلمي. اما ده يا حلمي. ده السلاح اللي بيبيد. ده سلاح المشاه. سلاح كيماوي. كانوا بيدخلوه على الافراد في الخنادق. ما ياخدش 3 ثواني. 18 فرد في كتيبه. كلهم يبادوا على طول اول ما يشمموهم ريحه. ايه ده ايه ده؟ الله يخرب بيتك. انت ايه اللي يهمك هنا؟ قوم يا قوم قوم. اطلع. ايه اللي نايمك هنا؟ انت عايز ايه تاني؟ اهو عمك بحر اهو. بتاع ايه يا راجل؟ ده شبه الشايب بتاع الكوتشينه. عارف ده مين؟ عم فوزي اللي انت دايما بتسالني عليه. عم بحر يا امي. لا لا بس بس بص بقه. بص بقه. خلاص لا 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 خلاص. لا تسممه. هتسممه يا راجل. اما ده بقى يا حلمي مش عايز احكي لك. ده السلاح البيولوجي. تسمع عن الجمرة الخبيثة؟ اه اهو. شايف 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 بيعمل ايه؟ شايف. خلاص كفاية كفاية يا بوس ايدك. ريح 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 شوية شوية طراوة. امتعتني يا كب. ايه ده؟ معقولة اللي انا شايفه ده؟ احنا في زنزانة ولا فين؟ انا بس حبيت اثبت لك انك وراك رجالة. اي طلب هتطلبه مطاع مجاب. المهم قولي ايه مشكلتك بالظبط؟ يا كب انا مشكلتي لا هي فلوس ولا هي اسلحة ولا هي وزارة الري اللي انت شايلها دي. غادة. غادة فقدت الذاكرة. مش ممكن مش ممكن. يعني فقدت الذاكره؟ يعني ضاعت منها ولا اتسرقت ولا ايه؟ ركز معايا. ما بقتش فاكره. نسيتني. مش فاكره حاجه خالص. يبقى مفيش غيره. مفيش غيره وسط المصايب. هو اللي جابني في الزنزانه دي وهو السبب في كل مشاكلنا. يا ويلي 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 يابا يا ويلي. انا اسف انا اسف يا معلم. خلاص انا اسف. هتسمعني ولا اروح زنزانه تانيه؟ لا خلاص مش هتكلم. قول اللي ملم. قول. غدا غدا يا كب ما بقتش فاكرة حاجة خالص. بقول لك مش فاكراني. مش 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 عارف. مخها اتلسح. وده من ايه يا لملم؟ منها لله منها لله. واحدة اسمها مها كانت معانا في الحضانة واحنا صغيرين بس هي تخنت شوية فودوها حضانة تانية. نمامة وبتوقع الدنيا في بعض وعاملة مشاكل بين كل الناس.
غاوت دماغها خلتها تشتغل معاها دي جي في الديسكو. لا لا ما تقوليش. بس 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 الشرف. اهدى الخطية الخطية الخطية. كفاية قتلتهم. اسكت كفاية. لازم اغسل عاري. لازم اقول تقلب على كلا. خلاص يا بني ادم. بقول لك خلاص بقى. ماشي. المهم قول لي هي فين دلوقتي؟ في الديسكو. الديسكو. ده حلمي. لو انا اطلع معاك الطلعه دي ونخلص المصلحه دي ده احنا نعمل اعلى شغل. ولا بس انت حكايتك ولا حلمي زي حكايه الواد البني تمام. ما بلاش الالوان البني لحسن هي ما بتحبش اللون البني خالص. شوف لنا لون تاني. ده حكايته شبه حكايتك بالظبط. خش يلا انت اهو. يلا عمرك يا ريس. خش يلا. خش يا عم حلمي. قعدك ابو واحد. شفت نسيت نعمل معاك واجب. ايه تشرب ايه يا راجل؟ مش وقت شرب. احكي لي الواد البني ده عمل ايه. اوعى تحرجني وتطعني بشرف وكرامتي. لازم تشرب حاجه. مش مهم يا كبو. يا جدع موجود اي حاجه تشرب ايه بس قول. اللي موجود اشرب اي كابتشين. لا بلاش السخنه عشان المكنه مش معايا. خلينا في السواقع. اصعب لو في اصعب بس كده. من عينيا. مانشستر اوامرك يا بص. شوب فاضي. من عينيا. هو انا لازم اشرب؟ اه طبعا. مش عايز قصب. امال عايز ايه؟ لو في ليمون هات ليمون. بذره ولا من غير بذر؟ بقشره يا سيدي وخلص. مانشستر اوامرك يا بولز. امسك الكوبايه كويس. موجوده. مش عايز ايدك يا الله. من غير بذر اهو. اشرب اشرب. مش عايز ليمون. امال عايز ايه؟ شويه ميه ابلع ريقي. شويه ميه معدنيه ممكن. ازازه ميه معدنيه مقفوله يا مانشستر. من عينيا يا بولز. افتح حاره. شد شد. مش عايز مش عايز. احكي لي احكي لي الواد البني ده عمل ايه. مش عايز اشرب حاجه. خلاص بلاش. الواد البني ده بقى حكايته طويله قوي. سمحت ده كازم الوردة البيضة. ألاقي مها جوه؟ مها القصيرة دي المبيضة المدورة اللي بتمشي تتضحرج. أيوة نقول لها إيه؟ هو كله أسئلة مفيش أي إجابة. قول لها قول لها أحمد حلمي عايزك بره. دي واحدة. طيب بسرعة لو سمحت.
من شويه لما كانت الشبكه واقعه ومفيش ارسال والخط مشغول. انا ماليش دعوه. انا مليش. هي هيحرمني انا. ياما انا صحتها قلت لها ليه لا هي غاده ده انا اي نعم ان انا يعني كده ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه بشتغل. بتشتغلي ايه ان شاء الله؟ رقصة؟ لا بشتغل دي جي. دي جي؟ ايوه. وما صاحبتي كمان بتشتغل زيي. لا يا غادة ما يصحش كده. حلمي عنده حق. ايه حلمي عنده حق؟ مش انت اللي شغلتيني هنا؟ ايه هتشفطيني. اوعى تصدقها يا حلمي. دي هي اللي قالت لي شغلي المزيكا عشان ارقص وسط الشبان. خاينه يا ماما. صاحبتك اهي. يلا على فين يا كابتن؟ على جثتك لو خرجت من هنا. هو الناس ما فيهوش رجاله ولا ايه؟ يلا يا شباب. معلش يا كابتن. اوعى عليهم. قوه انتشر بسرعه. ابو عمرو جيت في وقتك. احنا كنا هنطحن هنا يا ابو عمرو. اه والله الحمد لله. تخيل واخدين غاده خطيبتي عبدت الشياطين دول عشان يشغلوها دي جي هنا. غاده خطيبتك دي جي هنا؟ تخيل دي جي على ايه؟ على اكتوبر. بهزر. عيد ميلادك كل سنة. مش ممكن. ايه ده النهارده عيد ميلاد ابو غاده؟ مش ممكن. انا مش مصدق عينيا. الف مبروك ابو غاده. الف مبروك. اسمحي لي بالمناسبه السعيده دي احتفل بعيد ميلاد حضرتك انا واصحاب الزباله. بس على انفراد. فاهمك كويس قوي. اوعى على انفراد. طب اسمح لي اصلح غلطتي واحتفل بعيد ميلاد ابو غاده انا واصحاب الزباله كلنا مع بعضينا كده. مانشستر عمرك. ابص عم بحر موجود.
مشنا واجع يا ريس. زفوهم يا ولاد. انزل يا جميل في الساحة واتمختر كده بالراحة، انا قلبي عليك مع عيني نظرة عينك دباحة، مالك طالع في العيال يا دالي يا